بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الأخيرة من برنامجكم رتل مع العفاسي. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق والنجاة من نيرانه يا رب العالمين، وأن يعيده علينا مرات عديدة وكرات مديدة يا ذا الجلال والإكرام. ونقول لكم عيدكم مبارك إن شاء الله مقدما، وكل عام وأنتم بخير وعادكم الله على أمثاله. نذكركم بأن هناك جائزة اليوم معنا مقدمة من أبناء السويد للحج والعمرة، جائزة حج وجائزة عمرة، ونستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم ربي مقسم الأرزاق على عباده أحمد الله يرزق زيادة ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده. بسم الله الرحمن الرحيم. نستقبل أول اتصالات، لكن معنا اتصال ولا نبدأ بالتلاوة؟ رشيد من الإمارات، تفضل يا رشيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مشاري. حياك الله، يا أهلا ومرحبا فيك. يا حياك الله. الله يعزك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. مد يا رشيد، مد في آيات يعني توسط. نعم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفى فَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله يفتح عليك يا رشيد، شكرا لاتصالك وعلى هذه التلاوة الجميلة. الله يحفظك. حياك الله الشيخ يا مرحبا. ناخذ اتصال من معانا محمد من مصر، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا لأجلنا القرآن وحببنا فيك. الله يجزاك خير. ونشفع فينا بقرائه المهرة ونبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الله يجزاك خير وما نستغني عن دعائك. من 79 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع. أظهر الميم. عليها. أظهر الميم. ولكم فيها. ولكم فيها لا. منافع. ولكم فيها منافع. ولكم فيها منافع ولتبلغوا فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض بدون مد أفلم يسيروا في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض لا بدون مد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءت بدون مد فلما جاء بدون مد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. راعي الغنن. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك. ناخذ اتصال من معانا. سعيد من الإمارات، تفضل يا سعيد. السلام عليكم يا شيخ. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا هلا ومرحبا فيك. أكمل التلاوة؟ نعم تفضل. سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل. لا مد، ست حركات. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون. حجاب فأعمل إننا هذه همزة وصل، همزة وصل ما تنطق فيها. فأعمل إننا عاملون. الله يفتح عليك، شكرا لك على هذه التلاوة يا شيخ. شيخ أختي بتشارك. نعم أختي بتشارك. كم عمرها؟ 10 سنين. يلا توكل. هلا. وعليكم السلام. بسم الله. وعليكم السلام، حياك الله. شو اسمك بس؟ فاطمة. حياك الله يا فاطمة، تفضلي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله يفتح عليك يا فاطمة، مشكورة وما قصرتي، الله يبارك فيك يا رب. محمد مصطفى من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك، يا هلا فيك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا،
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله يفتح عليك. حاول أن تراعي يعني المدود ومقاديرها، يعني أنت تمد نعم لكن لكل مد مقدار. إن شاء الله تعالى شيخ، بارك الله فيك شيخ، الله يحفظك عزيز وغالي. نأخذ اتصال عادل من الإمارات، تفضل يا عادل. تفضل يا عادل، انت على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم فقضاهن سبع سماوات آية 12 الآية 12 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وحفظا لا تقلقل الفاء وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم مرة ثانية إذ جاءتهم لا تقلقل الذال إذ جاءتهم رسل بين أيديهم ومن خلفهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم مرة ثانية إذ جاء لا لا تقول لا تقول إذ جاء لا إذ جاء ماشي إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يفتح عليك يا عادل، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يحفظك. جزاك الله. أحمد من الإمارات، تفضل يا أحمد. فأما عاد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ حياك الله يا هلا. حياك الله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي علمتني لأجله. الله يكرمك. نبدأ إن شاء الله في الميعاد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام نحسات لنذيقهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لك على هذا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال. عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن. حياك الله شيخ. الله يحييك ويحفظك. من أين اسمي شيخ؟ وأما ثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الله يفتح عليك، شكرا لك على هذه التلاوة، الله يبارك فيك ويحفظك. الآن معنا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مساكم من عوادة أعزائي المشاهدين من العايدين الفائزين بإذن الله. معنا اتصال. ضياء من الإمارات، تفضل يا ضياء.
السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الله بارك فيك شيخنا. حياك الله الله يحفظك. حياك الله شيخ. 23. نعم. وذلكم ظنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ظننتم بربكم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. ظننتم بربكم. ظننتم بربكم أرداكم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعينوا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الله يفتح عليك يا ضياء، شكرا لك على الله بارك فيك. الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال محمد عبد القادر من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبك فيه. أحبك الله. أحبك الله ورعاك، الله يحفظك يا رب. الآية 25 فصلت. 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لك على هذه التلاوة. ناخذ اتصال محمد خليل من الكويت، تفضل يا محمد. نعم تفضل يا محمد. أنا كيف الشيخ؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 30
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم نزلا من نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أخفي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن الله أحسن اسمع ومن أحسن قولا ممن دعا أخفي وراعي الغنن ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة معنا محمد من الإمارات تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شيخنا؟ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك الله يحييك يا شيخ الله يحييك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا سهل الهمزة الثانية لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله يفتح عليك يا محمد عبد العليم شكرا لك على هذه التلاوة الندية رطبت قلوبنا الله يحفظك يا شيخنا جزاكم الله خير من الإمارات تفضل يا محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا قالوا آذنا كما منا من شهيد ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يفعلون من قبل قلقل ورقق اللام من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط الله يفتح عليك يا شيخ محمود شكرا لك على هذه التلاوة عبد الرحيم من الإمارات فضل يا عبد الرحيم السلام عليكم شيخ السلام ورحمة الله وبركاته إنا نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني لأجله الآية تفضل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 49 49 نعم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي
ولئن رجعت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرحيم. يا شيخ عبد الرحيم شكرا لك على هذه التلاوة. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. من معنا؟ معك بدر محمد من السعودية. حياك الله يا بدر. يا هلا ومرحبا. الله يحييك يا شيخ. والله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني. الأهل يسلمون عليك والأخ علي أحمد. الأخ علي أحمد رمز على تويتر يسلم عليك. والله الله يبارك فيك ويحفظك. الله يسلمك يا شيخ. توكل. أكمل؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله يفتح عليك يا بدر. شكرا لك على هذه التلاوة. المخرج يقول لي اقرأ واختم هذا البرنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة لبرنامجكم رتل مع العفاسي. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وأن يضاعف لنا من الأجر والمثوبة. جاء وقت السحب على آخر عمرة وآخر حج للمشتركين معنا في الاتصالات.
تفضل. جائزة العمرة لعبد الرحيم الصمدي من الإمارات، مبروك يا عبد الرحيم جائزة العمرة. نبي جائزة الحج، تعال مرة ثانية معلش. ليش مستعيل؟ هذه جائزة الحج مقدمة من أبناء السويدي الحج والعمرة. عادل محمد من الإمارات مبروك، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر ويتقبل منا ومنكم. في الختام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الشهر الكريم وأن يعيده علينا مرات عديدة وكرات مديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رد المعي. وادعوا